ها هي الغمامة تنقشع ويسكن الأرض نور مبين. ولد الهدى فعم الأرض نور الرحمة وضياء الإيمان، إنه الهادي المصطفى. أي نور هذا الذي ملأ الأرض ضياء وسنا، وفاض منه قبس في الأكوان، وأنار قلوبنا وهز الأبدان. إنه نور الهدى، نبي الحق الذي جاء رحمة بالبشرية. إنه البشرى، وأي بشرى تأتي من العلي القدير. إنه من اصطفاه الله ليرفع عن الناس الظلمة، ويقيم العدل بالحق، ويبعد عن الأمة ثقل الجهالة. أهي الذكرى؟ أهي ذاك القبس المنير الذي ملأ شعاب مكة وأنار جبالها فأنارت الدنيا؟ هي الذكرى، ذكرى ميلاد سيد الرسل وخاتم الأنبياء، ذاك الذي زرع النور في القلوب وألف بين الشعوب وجمع الأمة على كلمة سواء. تشيخ عروقي موعداً بعد موعدي، ووعدك مزهو ويخضر آمل، معي الزاد نور واسمك الغض لقمتي، وقافيتي ضد الظلام تقاتل. إذن هي الذكرى تتجلى كل عام، لنأخذ منها قبساً ننير به القلوب ونستدل به على طريق الهدى. ما أحوجنا اليوم أن نتفيأ سيرة الرسول الكريم الذي أخرج العالم من ظلم الجاهلية إلى نور الهدى والإيمان. ما أحوجنا لعبر ذكرى المولد النبوي الشريف. إنه الهدى، فقد ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أم القرى مكة التي خيم عليها الجهل والشرك، فجاء محمد عليه السلام رحمة للعالمين. نور جهاتي وزدني دهشة وسنا، قلبي هناك، دمي والمستحيل هنا. الكون كان ظلاما عارما وأسى، والعالم الأسودين الدمع والحزن. نور جهاتي وزدني دهشة وسنا، قلبي هناك دمي والمستحيل هنا. يا خالق الشجوع هبني من مهابته، أنا الشجيع الذي لا يتقن الشجنا. الكون كان ظلاما عارما وآسى، والعالم الأسودين الدمع والحزن، والأرض سجن كبير لا حدود له. جاء الذي لم نعد من بعده سجانا، محمد سيد الكونين. أعظم من مشى فحول صحراء الرؤى مؤزنا، فكان يتيم وهذا اليتم صيره أبا لكل فؤاد عاش ممتحنا. في الغار ينفرد الأيام متبعا للفطرة الصفو، لا ماء بها أسنا. اقرأ يخاف وجبريل سيحضنه، هو القلب ينسى الخوف إن حضنا. أمي قوم
طقوس الحيارة العالمين لنا. وكل كل شهيد ضل وجهته على هدى فيا إنسان كن فطنا. وحين عاد بغيب الفتح ما ضعنا. حمل الحجر الأسود من حقنا. لا، من حقنا نحن. نحن من سيحمل الحجر الأسود إلى موضعه. نحن الأحق، بل نحن الأحق. لا، بل نحن. نحن الأحق. الحجر الأسود من حقنا. لا، بل نحن. بل من حقنا نحن. وساد الخلاف بينهم واستحكم، وغاب العقل والرشاد، ثم استرشدوا بأن من يدخل عليهم أولاً يقبلون برأيه ويرضون بحكمه. إنه محمد الصادق الأمين، هكذا سمي قبل البعثة، وهكذا هو في كل كبيرة وصغيرة. وحده من يستطيع أن يجد حلاً منصفاً ويحقن الدماء بين القبائل. ماذا فعل النبي حيال هذه المعضلة؟ لقد ألهمه الله حلاً عبقرياً رضيت به كل القبائل في مكة. وماذا كان هذا الحل العبقري؟ إنني متشوقة لأسمعه. We'll be right back.
لقد كان حلا ذكيا لم يخطر على بال أحد، فقد طلب محمد عباءة ووضع الحجر الأسود عليها، وطلب من زعيم كل قبيلة أن يمسك بطرف من أطراف العباءة حتى أوصلوه إلى مكانه المحدد، وبذلك حل المشكلة وأنهى الخلاف وأشرك الجميع، وساد الرضا والقبول بين الناس بعد خصام كبير غاب عنه العقل والرشاد. يا له من حدث عظيم، حدث تحدث عنه العرب في كل الجزيرة العربية. الذي شق السماء كأنه يضيء القلب ويزرع في الروح السكينة والطمأنينة. إنها اللحظة التي انتظرتها البشرية. نزل الوحي جبريل عليه السلام على محمد في غار حراء وقال له: اقرأ. ونزل عليه السلام من الغار وجسمه يرتجف من هول ما رأى وسمع، ويقول لزوجته خديجة بنت خويلد: زمليني، دثريني. فتغطيه وتخفف من روعه، ثم تذهب به إلى ورقة بن نوفل فتقص عليه القصة، فيقول لها ورقة بن نوفل: أبشري يا خديجة، إنه الناموس الذي نزل على موسى، وأشهد أنك الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأشهد أنك ستكون نبي هذه الأمة. إذن هي البشرى. هي البشرى. فكان أول الوحي. اقرأ أول الوحي، وأول ما نزل من القرآن الكريم. اقرأ فاتحة النزول وبوصلة الإيمان القويم. تطير حروف اقرأ على كل غيمة، وجبريل في الآفاق سادت كواهله، تمشى كلام الله يغرس رحمة لدى كل ذي ظلم فسلت غوائله. هي الرسالة الجامعة وكلمة الحق الدافعة التي رسمت للبشرية دستور حياة لامعة لا ظلم فيها ولا عين دامعة، رسالة نبينا للناس يوم القيامة شافعة. مثل نور شق عباب السماء بالحق، مثل مطر مقدس والأرواح عطشة، مثل قبس من ضياء يمسح الظلام عن القلوب. هكذا جاءت البعثة بالرسالة الخالدة. في الغار قد بدأت حكاية ظله، وامتد فيئا للقرى من حوله نبأ سماوي وهيماء تجللها وتغسلها نداوة طله. في الغار قد بدأت حكاية ظله، وامتد فيئا للقرى نبأ سماوي وهيماء تجللها وتغسلها نداوة الطلب. كانت على بعد اعتكاف عندما لم يختبر إيمانهم من قبله. هذا اليتيم، نعم، ونسل خليلي، وقد اصطفاه الله خاتمه.
الأشياء كنه وجودها. لحضنه هفت البلاد حمامة، سكنت فأطعمها لبابة فضله. حيرته التي تسعت فأطلقت العنان لجهله حتى أتانا الأخير إشارة للتائهين من الضياع هوله. أحد أحد، الله أكبر. أحد أحد، الله أكبر. أحد أحد، أحد أحد، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما الذي يجري في مكة؟ ما الذي يجري هناك في ذاك الزمن الذي تفوح ذكراه؟ إنه بلال الحبشي من الصابرين، أول دروس الإيمان التي علمنا إياها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هي الصبر على البلاء وتحمل الشدائد في سبيل الله انتصاراً للدعوة وحفظاً لدين الله عز وجل. كأني كنت أنظر عبر الزمن، كأن تلك الأرض جاءت من ذلك الزمن واقتربت من مرمى بصري، والأصوات تكاثفت في سمعي كأنني كنت معهم. كأنك كنت معهم؟ كأني كنت معهم. يدي ترتجف وقلبي يسكنه الحزن والألم. ماذا رأيت وماذا سمعت حتى يبلغ بك الأمر هذا المبلغ العظيم من الحزن والألم؟ لعلك تسمعين ما أسمع وترين ما أظن أني أراه. كأني أسمعهم وأراهم. إنه بلال كان يرفع إصبعه والصخرة تشثم على صدره ويقول أحد أحد، إنه نور الدعوة. وكأن صوت بلال يوشك أن يصدح بالآذان ويستقر في القلوب. ما أحوجنا اليوم لهذه الدروس وهذه العبر. الصبر كانوا مدرسة في الصبر والتحمل وقدوة في المثابرة والإيثار. كأننا نغوص في ذلك الزمن البعيد، زمن مولد الهدى وتباشير الدعوة. دعوة خير فيها الصلاح والفلاح، دعوة رحمة تسمو النفوس إلى السماوات العلى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل الخير في ذاك الزمن فقط؟ الخير في أمتي إلى يوم الدين، ونحن أهل الخير ما دمنا على نهج المصطفى. كان رسول الله محمد مدرسة لا مثيل لها وقدوة لا نظير لها، وعلى سنته نمضي بكل عزة. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
مهلا مهلا، إلى أين تمضي وتتركنا؟ إنها أم القرى، مكة المكرمة. قلبي يطوف حول أركان البيت المعمور، إليها تهفو القلوب وتحج المهج. صحراء تبسط تحت الشمس جبهتها، وأنت ترسم للأنهار وجهتها. في أرض مكة كان الليل أرملة، تطهو على حطب الأحزان ليلتها. صحراء تبسط تحت الشمس جبهتها، وأنت ترسم للأنهار وجهتها. في أرض مكة كان الليل أرملة، تطهو على حطب الأحزان ليلتها. ضلع ناقص ودم ونخلة يسند الموال ميلتها. ما ثم إلا رمال البين نائمة، على الرمال تبض الريح وحشتها. ولحظة الروح واسعة، لو أن لي لغة أخرى لأنعتها. وأنت رحمة ربي حين أرسلها، لتطرح الحرب عند الباب حربتها. خيل ربما هربت، لا يمتطي فارس في الريح صهوتها. عصافير ارتقى شجرة، وملت النار بعد اليوم جمرتها. يا راحتيك فصول رحبة وندى، وراحة يدخل الناجون حضرتها. كأن من غير كفين ألم. يا له من هم ثقيل ومكابدة صعبة. يا الله يا مالك الملك، الله يا مفرج الكروب ومهون المحن، هونها على رسولنا الكريم. ما بالك حزينا مرتابا؟ وما بال مكة وشعابها
يسكنها الحزن الذي يخيم على البشر والحجر. إنه عام الحزن، عام الحزن، عام الحزن، عام الحزن. ولماذا عام الحزن؟ لقد اشتد حصار قريش للرسول وبني هاشم، 3 سنوات عجاف عانى فيها الرسول الكريم وزوجته خديجة وعمه أبو طالب وبنو هاشم، وهم محاصرون في الشعب. ربما تريد قريش أن تكسر همة الرسول عليه الصلاة والسلام، لعلهم يتراجعون عن الإسلام. لم يزدهم ذلك إلا إيماناً واحتساباً وقرباً من الله. لقد صبروا وكابروا، وكان عليه السلام القدوة في الصبر والاحتمال. لم يجزع ولم يشتكي ولم تفتر عزيمته، بل كان العون والملجأ والحصن المنيع. وقد آزره عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، وبقوا محاصرين في الشعب حتى أرسل الله حشرة الأرضة التي أكلت ما كتب على صحيفة المقاطعة المعلقة في الكعبة، باستثناء كلمة باسمك اللهم. سبحان الله، حشرة تهزمهم وتلغي مقاطعتهم بقدرة الله تعالى. هكذا فشل الحصار في شعب أبي طالب، وخرج الرسول الكريم ومن معه من بني هاشم متعبين منهكين. يا الله! وما أن انتهى الحصار الجائر حتى دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في امتحان أصعب وأقسى على نفسه وقلبه، فقد توفي عم الرسول الكريم أبو طالب الذي كان سنداً وعضيداً ودافعاً عنه أذى قريش. ولم تكد تمضي 3 ليال حتى توفيت زوجته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وكان وقع ذلك عليه كبيراً ومؤلماً حتى سمي ذاك العام بعام الحزن. وأي حزن بهذا الفقد الكبير والمصاب الجلل! ولولا ضلوعي فر قلبي إلى الحمى، ولولاك ما باتت طيوف تخايله، تنهدت عمرا كاملا وكل شهقة أقول هو الموعود أنا أقابله. أسير على درب النجوم أوائله، وآخره الفردوس خضر منازله، تواضعت للمعنى الذي أنت آهله، ولولاك ما فاضت علي نوائله. 30 نارا في دمي قد توقدت، وأعجب من شوق إليك أواصله. أي ضيق حال هذا الذي نحن فيه؟ لقد حوربنا في كل شيء، منعونا من العمل والتجارة، ولكن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكا بالدين الحنيف والتفافا حول رسولنا الكريم. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، فرجت، فرجت. أيها الرجال، أيها الرجال يا معشر المسلمين، لقد جاءت البشرى، جاءت البشرى. بشرى؟ ما هي البشرى؟ ما هي البشرى؟ لقد أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى يثرب عند إخوتنا الأنصار حتى نسلم من أذى قريش، حتى إذا اشتد بأسنا وقويت شوكتنا نقيم دولة العدل وننشر الرسالة في أصقاع الأرض. لن تتركنا قريش بسلام، فاخرجوا من مكة بالخفية، فلقد وعدنا رسول الله بأنه كما خرجتم ستعودون ذات يوم، وسيكون يوم فتح مبين لمكة المكرمة. الله أكبر، 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 ال
ما الذي ننتظره إذن؟ هيا إلى الهجرة. لقد جاء الفرج وسمح للمسلمين بالهجرة إلى يثرب، فأعزهم الله ويسر لهم سبل النجاة والنجاح. أسير على درب نجوم أوائل، وآخر الفردوس خضر منازل. ولي المبر في البلاد أزورها، وكلهم من قلب نبني كماهل. وصادحة في الجو هكذا استقبل الأنصار صحابة رسول الله، وأحسنوا ضيافتهم وأكرموا نزلهم واقتسموا معهم سبل العيش والإقامة. لقد تركوا بيوتهم وأعمالهم وما يملكون وهاجروا بدينهم وإيمانهم، فأي تضحية أكبر من هذا؟ فطوبى لهم، طوبى لهم. لقد أخلصوا لله وصدقوا رسوله. وكيف هاجر الرسول الكريم؟ حين أذن للرسول بالهجرة أخبر أبا بكر ليتجهز للرحيل، فجهز الصديق راحلتين وخرجا معا، وأقاما في غار ثور، وما أن دخل الغار حتى نسج العنكبوت بيته على مدخل الغار بأمر مقدر من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا لحقت بهم قريش ووقفت بباب غار ثور ورأت بيت العنكبوت على حاله اعتقدت أن لا أحد في الغار. ومن ينصره الله فلا غالب له، سبحانه جل جلاله. لقد أرسلت قريش سراقة بن مالك ليلاحق أثر النبي ليفوز بجائزة قريش، وعندما عثر على النبي وأبي بكر كان كلما اقترب منهما غاصت قدماه في الرمال، وعندما أعجزه ذلك في المرة الثالثة طلب الأمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنحه النبي الأمانة وبشره بسواري كسرى.
لا شك كانت رحلة شاقة جدا ومليئة بالمخاطر والأهوال. بالطبع، ولكن نصرهم الله وأنجاهم من ملاحقة قريش وبطشها وكيدها للرسول عليه الصلاة والسلام، وتمكنوا من الخروج بعد ذلك من غار ثور ومواصلة الطريق باتجاه المدينة المنورة. أخبرني، هل رأيت شيئاً؟ تفحص الأرجاء، قلبي يحدثني أن نور الهدى سيحل علينا قريباً. أنت حاد البصر، أخبرنا بما ترى. إني أرى ماذا ترى؟ ناقة رسول الله، لقد وصل رسول الله. الله أكبر. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
تشهده عينا. هكذا عم الكون ضياء النبوة، وأنار نور الهدى عتمة الطريق، ورفعت رايات الحق في أقاصي الأرض. إنه رسول الله جاء بالهدى والتقوى والفلاح، اصطفاه رب العزة ليكون متمما للأخلاق، داعيا لصلة الأرحام، موصيا بالوالدين وحق الجار وبالصدق والخلق الحسن. فطوبى، طوبى يا نبي الله محمد، عليك السلام يا خاتم الأنبياء والمرسلين، عليك السلام يا نور الهدى.